الله أكبر والعزة لله. قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تعرضت لها أحياء جوبر والتضامن والميدان والحجر الأسود، إضافة لحي القابون ومخيم اليرموك بالعاصمة دمشق. تزامن ذلك مع اشتباكات وقعت بين قوات النظام والجيش الحر بعد سيطرة الأخير على حاجز 30، ما دفع بالنظام لاستخدام المزيد من قواته وشبيحته وفتح النار المباشر على المدنيين بنهر عيشي بعد قيامه بحملة دهم واعتقالات، فيما قصف مجمع تجاري بالقرب من ساحة العباسيين بالهاون، واقع اعتاد عليه السكان بريف دمشق منذ اتبع النظام سياسة القتل والمجازر. فمدفعية النظام وراجمات صواريخه المتمركزة على جبل قاسيون وسجن المزة المركزي فتحت نيران قذائفها على دارية ومعظمية الشام، ما خلف مجزرة في المعظمية راح ضحيتها 6 مدنيين وعشرات الجرحى، إضافة لدمار واسع حل بهما، فيما عثر الناشطون على 7 جثث مجهولة الهوية في القلمون بالغوطة الغربية. وفي الجهة المقابلة حيث الغوطة الشرقية فتحت مدفعية النظام وطائراته الحربية نيران قذائفها على بلدات زملكة وعربين ومحيط إدارة المركبات في حرستة. حران العواميد لم تكن بعيدة عن القصف، فقد طالتها عدة قذائف مصدرها كتيبة الدفاع الجوي والوحدات العسكرية المتواجدة داخل مطار دمشق الدولي. أما المتحلق الجنوبي فيشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام بعد أن دمر الثوار حاجز حرملة وسيطروا عليه بالكامل بالقرب من زملكة.